عاجل الحكم بسجن دنيا بطمة سنة نافذة. أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش صباح اليوم الأربعاء حكماً بسجن الفنانة المغربية دنيا بطمة سنة نافذة، وذلك في قضية التشهير والابتزاز المتورطة بها والشهيرة إعلامياً بقضية حمزة مومبيبي. وهذا الحكم في حق بطمة جاء في إطار ثبوت متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وأحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. وأدينت بطمة أيضاً لبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام. كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شقيقتها ابتسام بطمة المحدد في سنة حبساً، وتخفيض العقوبة الصادرة في حق مصممة الأزياء عائشة عياش من سنة ونصف إلى سنة واحدة. وثبتت الحكم الصادر في حق المدعوة صوفيا المحدد في 10 أشهر. ليلونتي كبار وبسلامة، وهذا الفلتر رحالته وليلونتي كبار. التعليق الأول لدنيا بطمة كان عن طريق إنستغرام.